ينضم إلينا من عسقلان كوبي لافي رئيس الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا. سيد كوبي أحييك، وبالتأكيد أريد أن أتعرف على رأيك في مسألة صفقة تبادل الأسرى بينكم وبين المقاومة الفلسطينية، وعلى ما يبدو أن الدفعة الثانية على وشك التبادل خلال الدقائق القليلة القادمة. كيف تقيم الأمر برمته؟ أولا، ليس هناك مقاومة، هناك عملاء للنظام الإيراني يستخدمون من قبل النظام الإيراني ويسمون أنفسهم مقاومة، وعندما يقولون نحن مقاومة فلسطينية، لماذا لن يكونون جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية؟ لأنهم يعارضون كل حل سلمي مع إسرائيل، وعندما اتفقت إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية على معاهدة سلام، عملت كل ما بوسع هذه الأطراف المتطرفة لكي تفشل هذه المسيرة، ومع الأسف الشديد نجحت في ذلك. يا سيد كوبي، بعيدا عن الأمر، أنا لا أسألك ولا أحتاج منك أن تقول لي من المقاومة ومن عملاء إيران. بالتأكيد أنت يعني مش ده الدور اللي هتقوم بيه على شاشتنا، لكن اسمح لي، يعني المتابع لحكومتكم التي توصف بالحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، سموتريتش بن غفير الذي يطالب بإخراج كل العرب من أراضيهم على حد، بنيامين نتنياهو الذي تتحدث على أنه يريد السلام، هو من وقف على منصة الأمم المتحدة أمام العالم أجمع ورفع الخريطة كلها كانت لدولة إسرائيل من وجهة نظره، كل الأراضي الفلسطينية وجزء حتى من الأراضي السورية. أين هذا السلام الذي تتحدث عنه ورفضته المقاومة سيد لافي؟ يا سيدي الكريم، أولا عندما كانت إسرائيل على وشك اتفاق سلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، اللي خرب المسيرة هذه هي هذه العناصر التي لا تخدم المصالح الفلسطينية برأيي. هل الحكومة الإسرائيلية أنت بتقدر تختار وزير أو وزيرين من الحكومة، ولكن بشكل عام عندما ترى الخطوات التي قامت بها وإمضاء معاهدات سلام مع أنا لا بعض من أتحدث الدول كوبي، العربية أنت تتحدث المعتدلة. عن أمور أخرى، لا أتحدث عن معاهدات سلام وتطبيع مع الدول العربية. أنت تقول لي أنتوا عندكم حكومة يعني سلام وحمائم عايزة تريد دولة فلسطينية مع منظمة التحرير والسلطة، وجدت المقاومة أفشلتها. محمود عباس كفر بالسلام، محمود عباس يرى أنكم الحكومة، أنت طبعا مش جزء منها الآن، الأكثر تطرفا في تاريخ هذه الدولة، واشتكى لجميع يعني من كان يقابله سواء من الدول الغربية أو غير الغربية. بنيامين نتنياهو بقاله 20 سنة بيحكم إسرائيل، وليل نهار يقول لن تكون هناك دولة فلسطينية. مرة أخرى لافي، سيد لافي، أين السلام الذي عرضتموه على الفلسطينيين ورفضوه؟ أولاً هذا غلط، يعني من ناحية معطياتك. في خطاب جامعة بر إيلان قال نتنياهو قبل كم سنة أن هو مستعد لخيار دولتين للشعبين يعيشوا بحسن جوار، ولكن عندما هناك ناس التي تؤيد الأعمال التخريبية والجرائم ضد الإنسانية والهجوم على مدن إسرائيلية، ليس هناك إمكانية لإثبات وضع سياسي مستقر في المنطقة. هل هذه الجهات التي تدعو أنفسها كمحررة لفلسطين تضر الشعب الفلسطيني أكثر ما بتساعده؟ ما هو يعني على سبيل هذه المثال، الجهات هي التي يا سيد لافي، هذه الجهات هي التي حررت قطاع غزة منكم من الاحتلال الإسرائيلي، هي التي أنزلت بكم هزيمة ساحقة على حد قول بعض المحللين في 7 أكتوبر. يا لافي، ألم تفعل بكم السبعة المقاومة هذا أكتوبر كانت الفعل؟ جريمة حرب، لا كانت كمان إسلامية، لأن قطع رؤوس الأولاد والنسوان واغتصابهم ليس من الإسلام وليس من كفاح
بل من البربرية والجرائم الحرب. عندما زي ما بتقول، عندما دخلوا هذه الزمر الإرهابية لمنطقة إسرائيلية قد اتفق عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية أنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وهاجموا مسلمين وقتلوهم. لا، في دعنا في البداية نعلق على هذه الصفقة، لأني يعني قبل أن أدخل إلى الهواء مباشرة كنت أقرأ مقال لجون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، والذي رأى أن هذه الصفقة ما هي إلا انتصار كبير لحماس على حساب إسرائيل، هذا كان النص تحديدا. هل هذا حقيقي لافي؟ برأيي لا، بالعكس، حماس ارتكبت جريمة ضد البشر، ضد الإنسانية والبشر، عندما هاجمت مدن وقرى إسرائيلية بدون أي مبرر، وخطفت مسلمين وقتلت مسلمين وليس يهود. يعني هناك تقريبا 10 مواطنين إسرائيليين مسلمين الذي قد خطفوهم. يعني يا لافي، في أكثر من أنا 150 جندي بتعليقي هذا، إسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية الآن في حوزتها، سيبيضون بها سجون الاحتلال الإسرائيلي. لا وأنا أتمنى منك أن ترد على السؤال، مش عارف أنا لماذا تتهرب من السؤال، هل حماس حققت الانتصار أنا برد عليكم عليك، في ولكن لا صفقة تعطيني الأسرى كما الفرصة. قال جون بولتون أم لا؟ جون، لا أنا برأيي قلت لا، أنا بفكر أنه حماس اليوم ليس لها مكسب، المكسب الوحيد هو خطف المواطنين من بيوتها، يعني جريمة ضد الإنسانية. سوما ولكن إسرائيل قالت أنا أسروا أكثر مستعدة من 150 جندي إسرائيلي على حد علمي يا لافي، مش ده صحيح ولا ده كلامي خطأ؟ أصل أنا أعتقد أن خطفوهم كلمة خطف ليس لجندي موجودين. يعني غير لائقة لافي، الجندي لا يخطف حتى، ده يعني ممكن تكون أنت حتى يعني للحقيقة عيب في حق بتحليلك أن جندي جيش يخطف، الجندي يؤسر لكن ما اسمع، بيخطفش، هو يعني أنا آسف هو مش طفل علشان إذا يخطف أو امرأة يعني. أنا بتكلم على بشكل عام، دخول وقتل، قتلوا كمان جنود وقتلوا طيب، مواطنين وقتلوا ما هو نسوان لا يعني، وقتلوا ما هو أولاد، بيقتل وأنت جنود كنت احتلال بيمارسوا حصار ظالم كما يقول البعض على قطاع غزة منذ 17 عاما، لكن هو يقولون، للحقيقة ولكن أنا آسف يا لافي، أنتوا كنتوا فين؟ يعني أنا أقصد هو الجيش الإسرائيلي كان فين لما أنا حماس دخلت إذا خطفت تريد الجنود أن تاني أجاوب، وقتلتهم يعني؟ هل تريد أن تسمع الجواب ولا بس طبعا. بدك تسأل وتقول ماذا تريد؟ لا لا، اتفضل يا إذا لافي، اتفضل حبيت تسمع الجواب أقول لك، اتفضل. قطاع غزة آخر مرة أنا فحصت هناك لها حدود تنتين دولتين تحاصرها، إسرائيل ومصر الشقيقة. عندما تقول إسرائيل حصرتها، طيب ولماذا لم تفتح مصر الحدود مع الفلسطينيين؟ لأنها تعلم تماما أن فكرة الإخوان المسلمين ليس فكرة تساعد الاستقرار في المنطقة. دلوقتي عندما يبدو نتكلم لافي قلت تقول انت إسرائيل تخلط تحاصر. الاوراق، لان انت لسه من شويه قال دول ايرانيين ودلوقتي اخوان مسلمين، وفي الاخر مصر لا تقتل الفلسطينيين، مصر ما قتلتش حماس فكرة 8000 طفل يا لافي و3000 امراه، جيشكم جيش الاحتلال الاسرائيلي قام بقتل الاطفال على شاشات التلفاز، انت ما كنتش بتتابع يا لافي؟ أريد أن أقول لك بصراحة، هل حماس داعش لما أطلقت الصواريخ باتجاه مدننا وقرانا أنظرت المواطنين الإسرائيليين بأنما تضرب صواريخ؟ لا، طبقا للقانون الدولي هذه جريمة حرب. إسرائيل وأنتم أعلنت قتلكم وطالبت للأطفال من جميع ده سكان، بتسموه إيه يا لافي؟ عفوا سيد لافي، قتلكم أريد أن للأطفال. أجاوب، إذا تعطيني أكمل كلامي، ما هو أنت قلت إذا مليون ما مرة أكون إن دي كلامي جريمة واضح اسألني قتل كمان مرة. الأطفال الإسرائيلي من قبل حماس، على الرغم من أنكم لم تقدموا أي دليل في هذا السياق، جريمة حرب. تمام، أنا ما خلاص هذا انتهينا من غلط، هذا الأمر. هذا غلط قتلكم وكذاب، للأطفال لأن الفلسطينيين يا سيد لافي، قتلكم للأطفال أريد أن الفلسطينيين أجاوب. هل هو جريمة حرب إذا أيضا أم لا؟ تعطيني، هل تريد تسمع السؤال كمان أنت لا مرة ولا تجيب يا بدك لافي، تعيد أنت تتحدث أنا بما برد تريده عليك، فقط. ولكن لا تريد أن تسمع جوابي. كمل يا لافي.
هلا حقك حق وحق الغير باطل، يا خليني احكي لا لا، يا يعني لا بلاش تعطيني نتكلم عن اشياء الباطل اخرى. الآن يا لافي، كمل 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 اللي عندك، لا بقول لك، قول لي. قتل الاولاد الاسرائيليين في بيوتهم، وقطر وسمت كل شيء ادله، هناك اشرطه فيديوهات صورت من قبل المخربين نفسهم، وشهد الامم المتحده وكل السفراء الدول وبما فيها دول عربيه، تقدروا تروحوا وتشوفوا. نحن ما بننشرها لانه ما يا بدنا سيد نضر لافي، يا احساس سيد لافي، أنت العائلات أيضا تجيب، التي أنت لا تريد أن سيحترقها. تجيب. تمام خلاص، إحنا سمعنا الرواية 100 مرة وما فيش دليل قدم للناس للإعلام. قتلكم لآلاف الأطفال والنساء ألا يعد أيضا جريمة حرب كما اتهمت بها حماس الآن؟ الكيت برد عليك على هذا السؤال. تفضل. عندما أنظرت إسرائيل المواطنين وقالت لهم يجب عليكم الذهاب إلى جنوب وادي غزة، ليس من شأن التهجير، لأن هناك راح سوف يكون عمل عسكري مكثف، ومن شأن لا نريد أن نضركم، الرجاء اخرجوا من بيوتكم. مين منعهم من الخروج وهددهم بالسلاح؟ الأرانب الذي يخطفون من وراء النساء فانت قلت، والأولاد. انا طبعا بتحفظ، انت المفترض راجل كنت مسؤول سابق، لا يجب ان انت تقول مثل هذه الالفاظ على شاشة التلفاز يا لافي. وعلى اي أنا بقول حال انت الحقيقة، ما ولكن لا تقوله، تريدون انت أن ما فيش تسمعون حق يا لافي الحقيقة. اسمعني، انت ما تقوله يسمى حتى في القانون الدولي العقاب الجماعي، ان انت مش قادر تقتل لا لا، حماس أنا فرحت بقول قاتل تشريع معاهم حرب الاطفال والنساء جماعي. حتى ولو كانوا اسرى وممنوعين من قبل حماس. ما فيش حد بيقتل 10,000 ما بين نساء واطفال علشان هم في جهة اخرى منعاهم، ده اسمه جريمة حرب وعقاب إذا جماعي في القانون الدولي، المفترض ان انت تكون ادرى مني. لكن خلينا ناخد خطوة أنا الى أدرى الامام، منك وبقول خلينا أنت ناخد بس خطوة غلطان. للامام يا عندما لافي. أنا انت لان أمرت، انت بتقول ان حماس ارهابية، طب انتوا تفاوضتوا مع ارهابيين ليه وعملتوا معاهم صفقة ليه طالما ان هي ارهابية، جهة نحن ارهابية؟ ما حكينا معهم مباشرة، ما حكيتوا مع لأن مين؟ الحمد لله مصر الشقيقة وأصحاب أخرى في العالم الذي تدخلوا في الموضوع، ولكن طلب الهدنة إجا من هو انت حماس بس وليس من إسرائيل. يعني كررت كتير مصر الشقيقه، انا لا اعتقد شقيقه الاسرائيل اصلا، انا لا يعني ما لا اعتقد ان المسؤولين المصريين شايفين، ولا الشعب المصري على الاقل شايف ان اسرائيل شقيقه لمصر. يعني ما انت عارف ان الشعب المصري الحمد لله شايف الاحتلال لنا ازاي معاهدة يا سلام لا. فوق لكن الأربعين على اي سنة. حال ما فيش حد بيتفاوض مع ارهابيين حتى عن طريق وسطى، وحتى عن طريق الرئيس الامريكي نفسه. أمريكا لا تتفاوض مع الأربعين تحت أي حال من الأحوال. وبالتالي طالما أنتم تفاوضتم ومن ونزلتم على شروط حماس ما تبقاش جهة إرهابية يا لافي، يبقى جهة شو مثلكم قوة استطاعت أن تهزمكم كما يقول البعض في 7 أكتوبر وتأسر أعداد كبيرة منكم، وأنتم بتتفاوضوا مع هذه الجهة التي أسرت جنودكم لكي تفكوا هذا الأسر. دي ما تبقاش جهة إرهابية. اللي يريد يحلل الكلام هذا يحلل زي ما هو. إذا بدك تغمض عينيك وتقول هل كيت فش مش انت اللي ضرب قلت لي إشي زي ان ما من شويه ان بدك، حماس أنت حر. خطفت خطفت جنودكم؟ وللحقيقه انا شويه شايف ان اللفظ ده غير لائق بجنود الاحتلال الاسرائيلي. الجندي لا يخطف، ده تقليل منه، الجندي فقط يؤسر. اللي أولا أريد أن أجاوبك اتفضل يا بالنسبة لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فوق الأربعين سنة، الحمد لله ليس هناك حالة حرب بين إسرائيل صحيح. ومصر. وعندما تتكلم على الشعب المصري لا يريد، أنا لا أعرف كيف أنت تتكلم باسم الشعب المصري، ما هو الشعب المصري تقريبا 100 مليون نفر، وأنت تتكلم يا رجل كأنما أنت الناطق باللسان ما حدش، 104 مليون انت نفر، ده مش رئيس منطقي. وزرائكم قال بنيامين نتنياهو في تصريح سابق لي اننا فشلنا في التطبيع مع الشعوب العربية، فشلنا في التطبيع مع الشعوب العربية لكن بننجح في التطبيع مع بعض الأنظمة العربية. ده نتنياهو اللي قال كده مش أنا، أنا غير متحدث باسم أي شعب. ولو أنت وأنا مش ليس عارف الشعب متحدث أو جزء باسم كبير من الشعب نتنياهو. المصري بينظر ليكم إزاي، الحقيقة تبقى دي مشكلة يا لافي. يعني كده يبقى إحنا هنبدأ لازم نبدأ من ورا كتير. لكن خلينا بس علشان أنا معايا ضيف من أمريكا آخر. في اعتقادك إن الصفقة هتتم لغاية نهايتها وتنتهي الـ4 أيام وممكن تستكمل
بعد أشك في ذلك أم لا؟ ذلك. أشك في ذلك. إذا حصل إسرائيل ملتزمة بالاتفاق بس من شان مبدأ واحد، اللي هو مبدأ موجود عند بني إسرائيل، وهو كل الذي ينقض نسمة واحدة من إسرائيل كأن حرر عالم بأكمله. ولذلك اضطرت الحكومة الإسرائيلية أن تعمل كل ما بوسعها لكي تحرر كل المختطفين لديها. طيب انتوا ليه فشلتوا في تحريرهم وإذا سألتني، بشكل عسكري ويعني تضطروا في النهاية ان انتوا تحرروهم عن طريق صفقة مع حماس طيلة ال 30 او اكتر من 30 يوم من التدخل البري يعني؟ نحن بس بدينا، وقالت قادة الجيش والحكومة، قالت نحن بس بدينا، الحرب يمتد لعدة أشهر أو سنوات. ما لم ترد على سؤالي لافي، انا بقولك ليه فشلتم في تحريرهم عسكريا؟ عفوا، هل سمعني؟ انا سمعك، ليه لماذا فشلتم في تحرير أصلي اسراكم دلوقتي؟ بشكل عسكري بالقوة يعني مش بصفقة؟ قلنا إسرائيل حتمشي في طريقة، أولا نريد أهدافين، أولا استئصال حماس من الحكم، وثانيا إخراج المختطفين من أيدي حماس. إذا نجحنا في ذلك نجحنا. هل كيت تهيأت الفرصة لتحرير عدة مخطوفين، وإسرائيل قالت نحن مستعدين لحلفائنا، لأمريكا، لدول أوروبية، لمصر الشقيقة، لزعماء آخرين في المنطقة كانوا شكرا. يريدون يساعدوا في هذا الأمر، وقالت إسرائيل نعم. شو المشكلة فيها؟ ما مش أنا المشكلة، ولكن مش عندي المشكلة، إن قادة الاحتلال الإسرائيلي هم اللي قالوا لا تفاوض، لا إدخال للوقود، لا إدخال مساعدات لشمال قطاع غزة، فإذ بكم الآن تدخلون الوقود، تتفاوضون مع حماس، حماس استطاعت أن توقف الطيران الإسرائيلي والمسيرات فوق قطاع غزة وأن تعقد هدنة بشروطها، فيقول عنها عدد من المحللين أنها انتصار لحماس وهزيمة لكم لافي. أنتم كنتم يا تقولون عكس سيدي، ذلك. عندما تقول يا سيدي عندما تقول شكرا. انتصار لحماس، تقدر تحكي بالشعارات كما تريد، ولكن عندما 80% من قدرة إطلاق الصواريخ الحمسوية داعشية انخفضت من ناحية المعطيات، من ناحية كمية إطلاق الصواريخ، معناه أنه حماس ما صارت وأصبحت تحب إسرائيل أو تحب مواطنين إسرائيل، بل قدراتها من ناحية الصواريخ نزلت. وعندما تقول حماس أن قتلت بس مواطنين وأطفال وليس ولا واحد ولا عنصر من عناصرها، شكرا. فأنا أشك في ذلك. طبعا ولكن حماس تقدر تحكي انتوا كما بدها. يا إذا لافي، لا كان حكومة مصلحة الاحتلال حماس ما كانت الإسرائيلي، تدخل لافي في هذه حكومة الاحتلال الصفقة. الإسرائيلي هي التي لم تنشر أي صور لقتل حماس أو لقيادتهم أو تقول كامل العدد الذي قتل عند حماس، لكن حماس كل يوم بتنشر لنا صور والجندي وعنصر حماس يعتلي الدبابة الإسرائيلية ويضع المتفجرة ويقوم بتفجير الدبابة الإسرائيلية من المسافة صفر، يعني احنا بنشوف ده على الهواء يا لا، انتم ما عملتوه يعني في رأينا المقابل ده ذلك، ما حصلش. وكان اعتراف كامل للجيش أن هناك لنا تقريبا 70 جندي قد قتلوا، جندي وضابط الذي شكرا. قتلوا في المعركة، وهذا انأخذ في عين الاعتبار عندما قررت إسرائيل الدخول على حرب على غزة بعد ما هاجمت تمام، قوات وضحت البربرية الفكرة. المدن الإسرائيلية. شكرا. كوبي لافي رئيس شكرا الشؤون لك. الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع التابعة للاحتلال الإسرائيلي سابقا، شكرا جزيلا لك.